السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم سوف نتطرق إلى طريقة اختبار كونتاكتور، يعني قبل يعني توصيله بالمحرك أو في طابلون يعني كهربائي. أول شيء تقوم به هو ضرورة من أي اختبار، يعني في أي محرك، يعني أي كونتاكتور أو أي جهاز كيف ما كان، قراءة من مجموعة من المعلومات التي تكون على الكونتاكتور، سواء هنا أو بعض المعلومات كذلك تكون هنا لقراءة مجموعة من المعلومات على مثلا قدرة تحمل 25 أمبير، 220 فولت، كذلك 400 فولت، يعني بالكيلووات كذلك 3 كيلووات، يعني قراءة جميع المعلومات كي تتأكد من كونتاكتور. هذا هو أول شيء تفعله قبل اختباره. أما بالنسبة لطريقة الاختبار، يعني لابد من جهاز الملتيمتر أو ميتريكس، يعني تضعه عند السماعة، يعني تسمع صوت رنين، كما قلنا تسمع رنين. بعد ذلك ستقوم يعني بالضغط على الوشيعة من أجل التأكد، يعني من أجل اختبار الكونتاكتور. ستضغط على الوشيعة كما قلنا، وبعد ذلك ستقوم باختبار الوشيعة، يعني إن كان هناك رنين كما قلنا فهذا الكونتاكتور سيكون زائد. مثلا في هذه اللحظة حاليا هذه الوشيعة غير مشغلة كما قلنا، هنا كذلك غير كما قلنا هنا، فهذا يدل على أن هذا الكونتاكتور أو وشيعة الكونتاكتور متلفة. سنقوم باختبار كونتاكتور آخر للتأكد. نقوم باختبار هذا الكونتاكتور بعد ما يعني قلنا الأول أتلف يعني جهاز متلف. سنقوم ب يعني بتثبيت الوشيعة من أجل اختبارها. بسم الله. بالنسبة لهذا الكونتاكتور حاليا، يعني القطب الثاني والقطب الثالث، هذا يدل على أن هذا وشيعة هذا الكونتاكتور يعني جيدة. هذه هي طريقة الاختبار، كلما سمعت يعني رنين في ثلاث أقطاب فهذا يدل على أن وشيعة الكونتاكتور يعني جيدة. أما بالنسبة إن سمعت أحد أقطاب أو كل أقطاب يعني لا تسمع رنين، فهذا يدل على أن الجهاز يعني وشيعة الكونتاكتور متلفة. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر، وإلى اللقاء.